قدامي. فوتي. انت جايبني هنا ليه يا حسن؟ فاكر اني ممكن ارجع لك؟ فاكر اني هسيب ريم؟ تبقى غلطان. انا مش هقدر اسيب ريم مع عادل، مش هقدر اسيبها تحت رحمته. ريم مرته. مراته يموتها؟ وهي قتلت ابوه. معاك حق، ريم قتلت مهدي وناديه كمان، وهو عايز ياخد طاره ما عنديش مشكله، بس زي ما هو عايز ياخد طاره ومحدش هيقول له تلت التلاته كام، انا كمان من حقي اخد طار ابويا. واللي قتل ابويا في بيت مروان يا حسن، كريمه وامك جبريه. امك جبريه اتفقت هي وكريمه مع سينا علشان يقتلوا محرم، وزي ما عادل من حقه ياخد طار ابوه، انا كمان مش هسيب طار ابويا، ولو ما خدتوش من كريمه وجبريه هاخده منك انت يا حسن ومن كل اللي منك. في ايه يا حسن؟ مش عايزه اتهوي بره البيت ده، انت فاهمه؟ فاهمه طبعا. حاضر. عصام فين؟ عصام فين يا حسن؟ حسن رد عليا. حلو قوي الكلام ده، حسن باشا وحريمه. عادي. بقول لك يا ريتال، قولي للبغل اللي بره ده يخرجني، انا مش هفضل محبوسه هنا. والله يا نعيمة انا لو قلت له مش هيسمع كلامي، مش هيسمع غير كلام حسن وبس. وانت بقى يا ست لبنى، ايه اللي جابك عندنا؟ اسالي جوزك. واسال جوزي ليه؟ انت مرزوعه قدامي اهو. والله يا حبيبتي انا لو عليا مش عايزه اقعد هنا ولا دقيقه ولا ثانيه واحده، بس اعمل ايه؟ حسن جابني هنا غصب عني. غصب عنك؟ هو انت يا حبيبتي حد يقدر يغصبك على حاجه؟ قولي لي يا اختي، هو انت حكايتك ايه؟ حسن ومروان وعادل عايزين ياخدوا كل حاجه، وبعدها على طول يقتلوا ريم وعصام، وبعدها انا وانتي عشان الهانم تقعدي تاخد كل حاجه هي وجوزها واخوه. يقتلوا مين يا حبيبتي؟ ده انا ساكته وعماله اقول الطيب احسن، لكن اقسم بجلاله الله لو حد مس شعره مني لاكون مولعه في البيت ده باللي فيه. ولعي فيها يا نعيمه زي ما انت عايزه، انا هنا زي زيكم بالظبط، بقول حاضر ونعم. تعالي هنا. هو انت فاكره ان انت هتعرفي تهربي يا لبنى؟ يا سام يا سام يا اخي، ده الكونسيبه تشيلكوا كلكوا الهي تولعوا بجاز. تعالي يا فوزيه خش. والله يا كريمة أنا قلت من طول قعدتك في مصر تلاقيكي نسيتي. نسيت إيه؟ أنا أنسى برضو. طب تصدقي أنا عمري ما جبت الكحك ده جاهز أبداً، كنت أقعد في وسط الفيلا كده وأجيب العجين وأخبز وأعمل كل حاجة، ولا استنى البلدي بقى سايحة ونايحة. بيت زينب كانت بتحب الغريبة من إيدي قوي، كنت تمسك الغريبية كده تسيح في إيدك. ما أنتوا في حياتكم حاجات حلوة يحكي عنها أهو، امال ما حدش فيكم بيحكي غير عن الوحش ليه بس؟ خلاص يا شهد انسي، ان شاء الله اللي جاي كله حلو. مالك يا شهد بتبصي لي كده ليه يا بنتي؟ بصيتك مش عجباني. مش عارفه يا ماما، والله انا محتاره. محتاره في ايه؟ قضيه ماما يا عمتي. واه، وهي كريمه لو تهمتها زي سينا كانت طلعت من القضيه؟ ما هي ماما ما طلعتش براءه، ماما طلعت على ذمة التحقيق. يعني ايه؟ حبل المشنقة مستنيني؟ شرقية شاهد ما تتكلمي. القضية صعبة قوي يا عمتي، بس كل اللي نقدر نعمله دلوقتي ان احنا نشوف مكان لماما بعيد عن البيت تقعد فيه، ويستحسن كمان ما تحضرش اول جلسة، تبقى غيابي لحد بس ما نتصرف في اقوال البيت سينا دي. وانت فاكرة ان سينا دي هتغير اقوالها؟ ما علشان مش هنقدر نخليها تغير اقوالها، لازم اول جلسه تبقى الحكم فيها غيابي، وماما كمان تختفي عن عيون الحكومه شويه. اختفي؟ يعني ايه اختفي؟ اهج؟ اسافر؟ ابعد بعيد عن البلد؟ ما اشوفكوش؟ حتى السفر برضو مش حل. انا مش فاهمه حاجه من كلامك.
يعني لو سافرت يا عمتي هيجيبوها بالقانون. انا لازم امشي، مش هقدر اقعد اكتر من كده. خليكي معانا النهارده يا شهد. لا مؤاخذه يا فوزيه، حبيبي بشويه ميه وجهك. قولي لي ايه اللي في بالك يا شهد؟ مداري يعني ايه؟ قضية ماما صعبة قوي ومفيش فيها حل، أنا عارفة. يعني إيه؟ يعني مهما عملنا الأدلة كلها ضدها. وأنتِ فايدتك إيه؟ مش محامية أنتِ؟ أنتِ دخلتي الجامعة وتعلمتي ليه؟ مش عشان تقفي مع أمك في المصيبة دي؟ أدافع عنها لما تكون مظلومة. أنا ما دخلتش الجامعة وتعلمت يا عمتي عشان أدافع عن حد وأنا متأكدة إنه مذنب. أنا كل بس ما أفكر إن أنا ممكن أقف في المحكمة وأدافع عن حد وأنا متأكدة إنه مجرم ببقى هتجنن، مش عارفة أعمل إيه. طب وبعدين يا شهد؟ اقول لك ادي القضيه لعزت. عزت؟ عايزين اروح لعزت اقول له ايه؟ عايزاك تدافع عن ماما في قضيه هي متهمه فيها بالقتل؟ في ايه يا شهد؟ معقده الدنيا ليه؟ هي معقده لوحدها وملهاش حل يا عمتي. وانا مش عايزاك تدافع عني يا شهد. مش عايزاك تخسري نفسك عشاني. كل اللي حصل ده أنا السبب فيه. هيحصل لي إيه أكتر من اللي حصل؟ وهنا سجن وهناك سجن. شهد ما تقصدش يا كريمة، دي تفديكي بعينيها. أنا مش زعلان منها يا فوزية، بالعكس أنا مبسوطة من بنتي إنها مش عايزة تخلف ضميرها ولا تخلف القانون. مش عايزاها تقف قدام القاضي وتدافع عن حد مش مظلوم وتجي في يوم من الايام ضميرها يعذبها انها خرجت حد مش بريء. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا بنتي، كل اللي انا عملته ده ما كانش عشان خاطر كريمه ولا مصلحه كريمه، أنا عملته عشانك أنتي وأخواتك، عشان حقكم ما يضيعش، عرفتي؟ لا يا أم، كل اللي عملتيه عملتيه عشان اللي بينك وبين بيت عمي، مش عشان أنا وأخواتي زي ما بتقولي. حتى أنا لما زورت ورق عشان أخد بيت فريدة وأرضها كان علشان نفسي. حتى عمتي لما كانت بتستقوى عليك وعلى جبرية كان علشان نفسها. واللي انت عملتيه كان علشان نفسك، مش عشان انا واخواتي زي ما بتقولي. عارفه امتى بقى عملتي عشاننا بجد؟ لما كنت واقفه جنب بابا علشان يبقى احسن الناس، لما كنت بتيجي على نفسك عشان ما حدش فينا يحتاج حاجه.